مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وهذه حلقه جديده معكم من القاهره. لا نبالغ مشاهدينا الكرام اذا قلنا انه هذه الحلقه ربما تكون واحده من الحلقات الخاصه جدا في تاريخ القناه او عمر البرنامج وعمر مصر، لانه هذه اللحظات لحظات تاريخيه في عمر مصر الحديث. هذه الحلقة تواكب احتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة. المتابع للشارع المصري سيلمح بطبيعة الحال احتفالات كثيرة جدا في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في عواصم المحافظات وبعض الميادين الرئيسية. إذا أردت أن تتجه الآن إلى ميدان التحرير ستلمح بكل وضوح هذه الصور الاحتفالية بشكل ملموس، ولعل يعني صورة أعلام مصر والزينات التي تزين الكباري الرئيسية والميادين الرئيسية تذكرك بشيء مشابه للأجواء التي واكبت ثورة يناير وثورة يونيو. عموما في هذه الحلقة نتحدث عن قناة السويس الجديدة واحتفالات مصر بهذا الحدث التاريخي المهم الذي نعول عليه كثيرا إن شاء الله في النهوض بمصر إلى الأمام. في حلقة الليلة نركز على زاويتين، البعد الاستراتيجي سنتحدث فيه إن شاء الله حول كل ما يتعلق بالقناة والأبعاد الأمنية والسياسية والعسكرية أيضا، والبعد الآخر البعد الاقتصادي والسياسي. قبل الوصول إلى هذه الفقرات الحوارية بطبعة الحال لدينا جولة إخبارية سريعة وموجزة نبدأها بمتابعة من مجلس الوزراء، حيث عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لبحث الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية وبحث آخر الاستعدادات لافتتاح قناة السويس الجديدة غدا الخميس في احتفالية عالمية إن شاء الله. المجلس استعرض تقريرا عن الحالة الأمنية ومواجهة الجماعات الإرهابية والاستعدادات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية لحماية احتفالات المصريين في جميع المحافظات بهذه المناسبة. وفد الكونغرس ومبعوث الرئيس الفلبيني يصلا إلى مصر للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة. وصل رئيس وفد الكونغرس الأمريكي دارل عيسى ومبعوث الرئيس الفلبيني وزير التجارة الفلبيني جروجري دومينيجو إلى القاهرة اليوم الأربعاء في زيارة لمصر للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة المنتظر غدا الخميس بحضور عدد من زعماء ورؤساء دول عربية وإفريقية وأوروبية. كما وصل مستشار الرئيس اليمني محمد أحمد منصور، مستشار رئيس جورجيا تينجيز باخلدزا كمبعوث شخصي للرئيس الجورجي، وكذلك نائب رئيس سيراليون فيكتور بوكاي ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي. أيضا هناك وفود إفريقية رفيعة المستوى حرصت على المشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة، فضمت قائمة الحضور 11 رئيسا إفريقيا. وذكر مصدر دبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تأكد مشاركة رئيس السوداني عمر حسن البشير ورئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الاحتفال. ومن المقرر أن يحضر أيضا حفل الافتتاح رؤساء جنوب إفريقيا ومالي وتوجو وجزر القمر والنيجر وغينيا الاستوائية والكونغو الديمقراطية والجابون. وقد بدأت الوفود المشاركة في الحفل بالتوافد على مصر بعد أن تم اتخاذ جميع الترتيبات من قبل الجهات المنظمة. مواكبة من أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات الدولة المختلفة بهذا الحدث، مكتبة الإسكندرية تهدي كتاب اليخت محروسة للرؤساء والملوك خلال الاحتفالات بافتتاح قناة السويس. تفاصيل تشير إلى أن إدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية أصدرت في إطار توثيقها لتاريخ البحرية المصرية كتاب اليخت محروسة رحلة مع اليخت الملكي، وهو الكتاب الذي ستشارك به مكتبة الإسكندرية في الحفل بافتتاح قناة السويس الجديدة، حيث سيتم توزيعه على الرؤساء والملوك والأمراء على متن اليخت محروسة أثناء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للقناة الجديدة. وقد صدر الكتاب بعدة لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية. للمزيد من المتابعة لهذا الموضوع أرحب بدكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبة الإسكندرية معنا عبر الهاتف. أهلا بك دكتور خالد. ألو. مساء الخير يا دكتور خالد. مساء النور. مساء الخير. بداية مبروك بمناسبة حفل افتتاح قناة السويس و... الله يبارك فيك ويبارك لمصر كلها. ونحييكم على هذه الفكرة، فكرة إصدار هذا الكتاب اليخت محروسة. دلالات هذه الخطوة شايف حضرتك يعني إلى أي مدى ستساهم في إطار توثيق تاريخ قناة السويس أولا، ومن قبلها بطبيعة الحال تاريخ البحرية المصرية، ولا أي مدى من الممكن أن تساهم هذه الخطوة يعني بشكل دعائي لمصر في المرحلة القادمة؟
اولا احنا بنوثق لقناه السويس كلها والتاريخ البحثيه المصريه منذ عصر محمد علي الى الان، وده مشروع ضخم بدات فيه مكتبه اسكندريه منذ سنوات، ويختم محروسه بوصفه واحد من اهم القطع البحريه المصريه وقدمها التي ما زالت تعمل الى الان وليها ارتباط بكثير بالتاريخ السياسي والاقتصادي لمصر. فليختم محروسه بناء الخديوي اسماعيل، ونفي منه الخديوي اسماعيل الى ايطاليا بعد عزله عن ولايه مصر في 1879، ونفي منه برضه الملك فاروق حينما تنازل عن عرش مصر سنه 1952. استخدمه الرئيس جمال عبد الناصر في عده رحلات مشهوره، يمكن كان ابرزها زيارته للجزائر بعد تحرير الجزائر مباشره سنه 1963، والرحله دي سجلت اول فيلم تسجيلي رائع ليخت المحروسه وداخل على شواطئ ميناء الجزائر العاصمه، فكانت دي لقطه كل العالم اهتم باليخت مره ثانيه وتذكر مشاركته في حفل افتتاح قناه السويس الاولى سنه 1869. اليخت اللي ارتبط بقناه السويس لانه شهد حفل افتتاح الاول 1869 والافتتاح الثاني في عصر رئيس سنه 1975، والنهارده الافتتاح الجديد برضه سنه 2015. فبالتالي هذا اليخت ارتبط بتاريخ القناه. فكره ان الدعايه لمصر طبعا دي دعايه ضخمه لمصر، لان احنا هنحط الكتاب بست لغات على موقع مكتبه اسكندريه مجانا لاي حد يقدر يصححه ويشاهده طول الوقت، فبالتالي دي دعايه ضخمه لاول مره بتحصل بصوره موسعه. فكره اليخت في حد ذاته تحفه فنيه واثريه نادره على مستوى العالم، لها وزنها الاثري الضخم، حيث ان اليخت باساسه بتاريخه الطويل يعتبر من اهم واقدم القطع البحريه المستخدمه في العالم لغايه دلوقتي. اشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد عزب رئيس قطاع المشروعات بمكتبه الاسكندريه. عموما طبعا كما اشرنا لدينا اجواء احتفاليه في مختلف ربوع مصر، ولعل يعني الصوره الابرز في ميدان التحرير هذا المكان الذي شهد يعني ثورات حولت مصر وغيرت من وجهها الى طموح والام ان شاء الله واحلام معذره ان شاء الله نصل بيها ونحقق على ارض الواقع. الصوره طبعا لا تحتاج الى تعليق، اضواء واحتفالات وعلام مصر تزين المكان، ولعل هذه الصورة موجودة في معظم ميادين مصر ومعظم ميادين المحافظات. طيب احنا كده بننهي هذه الجولة الإخبارية السريعة زي ما أشرنا منذ قليل، إن شاء الله حديثنا يتواصل عن قناة السويس الجديدة، النظرة الأولى حولها مع سيادة اللواء حمدي بخيت فيما يتعلق بالناحية الاستراتيجية. نخرج إلى فاصل قصير نستقبل خلاله ضيفنا الكريم وبعده نبدأ الحوار إن شاء الله. تعد قناة السويس الجديدة بالنسبة للأمن القومي المصري ركيزة أساسية سواء على المستوى العسكري والأمني أو على المستوى الاقتصادي، كما تعد نقلة نوعية في النقل البحري، خاصة وأن مشروع محور قناة السويس ليس فقط القناة الجديدة وإنما هو مجموعة من المشروعات المتكاملة التي سوف تحدث نقلة نوعية في اقتصاد البلاد خلال الفترة المقبلة. المحللون أكدوا أن تمويل دول العالم للمشروعات الاستثمارية على محور القناة سيجعلها تشارك في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة حفاظا على مصالحهم في هذه المشاريع. وقد وفرت أعمال الحفر والإنشاء في قناة السويس الجديدة أكثر من 20,000 فرصة عمل خلال العام الماضي، وباستكمال المشروع من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والمناطق الصناعية من المتوقع أن يوفر أكثر من 1,000,000 فرصة عمل للشباب في المشروعات المختلفة سواء مشروعات النقل البحري أو صناعة السيارات أو الخدمات أو المشروعات السياحية أو مشروعات التنمية الزراعية. ومن المتوقع أن يصل حجم المشروعات المقامة على القناة الجديدة إلى 150 مليار دولار وتحقق عائدا يصل إلى مئات المليارات من العملة الصعبة. وتمثل قناة السويس موردا أساسيا للدخل القومي المصري، ويؤثر المشروع تأثيرا إيجابيا على الأمن القومي للبلاد، فسيتم إنشاء 3 حزم أنفاق تربط ما بين الوطن الأم وسيناء الحبيبة، مما يؤكد على جدية المخطط في إحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء بعد أن غابت عنها التنمية لأكثر من 42 عاما.
أهلا بكم مجددا. بطبيعة الحال ونحن نتحدث عن هذا المشروع الضخم وطموحنا أنه إن شاء الله ينقل مصر إلى مرحلة جديدة ونهضة اقتصادية حقيقية، حديثنا لابد أن نتخطى فكرة أنه حركة سفن وتجارة واقتصاد، لأنه هذه المعطيات كلها لابد أن تؤثر بشكل مباشر على النواحي السياسية والاستراتيجية. إذن لابد من وقفة في هذا الملف ونظرة إلى الأبعاد الاستراتيجية لقناة السويس بشكل عام وقناة السويس الجديدة بإضافتها لهذه المنطقة والمشروعات التنموية المرجوة لهذه المنطقة. أرحب بضيفي الكريم سيادة اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي للحديث أكثر تفصيلا في هذا الموضوع. أنا بك سيادة اللواء. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وكل سنة والناس طيبين، كل مشروع عظيم والناس طيبين، وألف مبروك لمصر. نبارك لينا ولحضرتك ونبارك لكل العاملين في هذا العمل العظيم، من أول متخذ القرار لغاية أحدث عامل في منطقة القناة، اللي يعني دول أبطال ورجال صدقوا مع هذا الله عليه فعلا. وإذا كان لينا برضو من إضافة لابد أن نذكر شهدائنا اللي استشهدوا في كل من ضحوا بأنفسهم في سبيل هذا العمل، في هذا كل من استشهد في هذا الحفر العمل. يعني لابد من ذكرهم دائما بكل خير عبر التاريخ كمان. أنا بس قبل ما أدخل في النواحي الاستراتيجية، وطبعا حضرتك يعني عندك تفاصيل كثيرة في هذا الموضوع، لكن مهم جدا برضو كلما اقترب حدث مهم كهذا لابد أن نتحدث عن الاستعدادات الأمنية لتأمين الاحتفال. وما تراه من خطط أمنية تم إعدادها لتأمين الاحتفال، على الأقل لتأمين الناس. أكيد الناس برضو مطمنة، لديها ثقة في أجهزتها الأمنية، لكن ما فيش مانع نعيد التأكيد على الملمح الأساسي لخطط. والنظر لعملية التأمين يجب أن يشمل الخريطة الاستراتيجية لمصر بالكامل، دي حقيقة لازم نضعها في أذهاننا، لأنه أنا دايما معذرة مقاطعتك بعض الناس بنصرف ذهنها فقط على تأمين منطقة القناة، لكن هي الخطة لابد أن تشمل مصر، لأن الأعمال التي ممكن أن تخطط في هذا التوقيت ممكن أن هي هدفها يعني إفساد فرحتنا وإظهار للعالم أن مصر التي تحتفلون بمرور السفن في قناتها غير قادرة على التأمين. فدي هي العبارة اللي الغرض يعني من كل العمليات أن ترسلها إلى العالم في هذا الوقت، ده غرضهم، وإحنا غرضنا أن نثبت للعالم أننا دولة ودولة مستقرة نملك من أدوات الأمن الاستراتيجي ما يمكننا من إقامة مشروع ضخم مثل هذا وحمايته وحماية كل من يتحرك عليه. وبالتالي ده عنوان لقيمة قادمة، وهي قيمة استقدام الاستثمارات، لأن برضو عملية الأمن هي مرافق مهم جدا لعملية جذب الاستثمار. فإحنا بنرسي قواعد مش تنفع في الموقف نفسه، دي تنفع لما بعد الموقف كمان، يعني بعد افتتاح القناة الاستثمارات التي ستجلب وأعمال اللوجستية والمشاريع العملاقة التجارية العالمية ومناطق الجذب للاستثمارات العالمية وحركة التجارة العالمية، خاصة حركة الملاحة البحرية والتي ستجتذب يعني قناة السويس منها حجم كبير جدا، أكبر من الحجم الذي كان يعبر من خلالها. كل ده عنوانه أن احنا قادرين على التأمين. عايز أول حاجة زي ما قلت لسيادتك النظر إلى الخريطة الاستراتيجية لمصر بالكامل ولا نغفل جزء منها، نمرة واحد، مع إعطاء أهمية للمناطق الأقصى أهمية ثم الأقل ثم الأقل ثم الأقل وهكذا. ولو إن أنا من وجهة نظري يوجد أهمية قصوى وأهمية ولا يوجد أدنى من هذا، يعني أنا من وجهة نظري في هذا يعني درجتين من الأهمية موجودين، منطقة القناة والحدث والممر الملاحي وما حوله شرقا وغربا، ثم منطقة سيناء أساسا تدخل في هذه الأهمية أيضا، ثم الأهداف الحيوية الهامة في الدولة تأخذ نفس الحيوية، نمرة واحد. نمرة اتنين كل بقى المناطق التي رصد فيها أنشطة إرهابية أو تجمعات إرهابية أو سابقة أعمال إرهابية أو نخشى عليها من أن تؤثر على فرحة المواطنين ككل، خاصة مناطق التجمعات ومناطق الاحتفالات، كل دي لازم توضع في الاعتبار. علشان كده القوات المسلحة بكل عناصرها وخاصة العناصر الخاصة والخفيفة الحركة، الصاعقة، المظلات، قوات الشرطة العسكرية، قوة التدخل السريع، ودي كان من أهم وأبرز العناصر الجاهزة
في الاستخدام، ثم الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية أيضا جاهزة بعناصر من القوات. كل هذا الزخم بالإضافة وزارة الداخلية أكيد مشاركة، لسه أنا هقول لسيادتك وزارة الداخلية، أنا بتكلم على القوات المسلحة. نمرة اتنين بقى، بص بقى على القوات الجوية، القوات البحرية، ثم كيف تحمى هذه المنظومة بمنظومة دفاع جوي بين قوات الجوية وقوات الدفاع الجوي. القوات المسلحة لها سابقة أعمال محترمة جدا، وسابقة مهام محترمة جدا في هذا المجال، وسابقة مشروعات وتدريب على هذا النظام من القيادة والسيطرة واستخدام القوات في ظروف معقدة على جبهات متعددة كتيرة جدا، زي المناورة بدر، زي المناورة الاستراتيجية اللي كانت أثناء الثورة. يعني كنا بنثبت للعالم، دي رسالة كانت موجهة للعالم، إن القوات المسلحة المصرية قادرة على أن تدير أعمال قيادة والسيطرة على كل الجبهات المصرية. فالرسائل دي بالمناسبة حرف فكرتني ببعض التقارير الصحفية كانت بتتكلم على أنه إسرائيل كانت مركزة جدا فترة الثورة على كيفية وسرعة انتشار الجيش المصري طبعا بسهولة في كل بتقيس درجة الجاهزية القتالية بتقيس درجة الاستعداد القتالي. شوف حضراتكم منتبهين ليه بيركزوا ليه؟ ما هو ده، انت ما يكون قدامك خصم متربص بيك مستني اللحظة اللي انت تضعف فيها، بيقيس عناصر معينة، بيقيس القفايا القتالية، بيقيس الروح المعنوية والحالة النفسية للعمليات اللي ممكن ياخدها هذا الجيش. نمرة ثلاثة، درجة الجاهزية القتالية، أن يتواجد في المكان وفي الوقت المناسب في التوقيت المناسب وبالحجم المناسب وبالكفاءة المناسبة ولتأدية مهام محددة. هو ده اللي عملته القوات المسلحة. كل شعب مصري يفخر أن لديه قوات مسلحة بقى. في عز ما ضاع مننا كل حاجة، هذه المؤسسة العظيمة حافظت على قوامها وحافظت على عهدها بشعبها أن تكون جاهزة دائما لحمايته والدفاع عنه. وها هي تثبت هذا الموضوع مرة أخرى وفي مناسبة أخرى. وبالتالي الشرطة المدنية، قوات الأمن، قوات الخاصة، الشرطة العسكرية، عناصر الدفاع، عناصر الأمن الوطني، عناصر الأمن العام، كل ده، كل عناصر اللي بيسموها اللي هي كانت الحماية المدنية من المطافئ والنجدة و و و كل ده منظومة لا تتجزأ. لما نشوف هنا بقى في عنوان نبعته للغرب ولممولي الإرهاب ولأجهزة الاستخبارات الأجنبية التي تدعم الإرهاب وإلى التنظيمات الإرهابية، أنكم أمام دولة منسقة الأجهزة. انتوا كنتوا بترهبوا الدول اللي ما فيهاش قيم دولة، لا فيها جيش متناحر على خلفية طائفية او عقائدية او ما فيهاش روح معنوية ولا نفسية عالية ولا وفاق وطني، ما فيهاش إرادة وطنية. شوف الإرادة الوطنية اللي تجلت في عمل في هذا المشروع. ده قمة الإرادة. ده يذهل العالم ان هذا الشعب في خلال هذه الفترة اللي ظن فيها العالم انه تشرزم او تمزق او اتحط على 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 افكار متعددة، ها هو في 30/6 يثبت انه على قلب رجل واحد سنة 2013، ثم بعد سنتين ينجز، مش ممكن في سنتين ينجز اكبر مشروع عملاق زي ده. إذن الإرادة الوطنية، انا هاجم على حضرتك التفاصيل دي، بس امبارح كان معايا سيادة اللواء عبد المنعم كاتو وكان ليه لفتة برضو مهمة واحنا بنتكلم على قصة التأمين. هو قال يقينا او توقعا ان الجماعات الإرهابية هتحاول اكيد تعقد صف وجو الاحتفالات دي طبعا. فهو كان عنده لفتة انه اذا حدث لا قدر الله حدث هنا او هناك، فهو بيناشد الاعلام انه ما بروزوش طبعا، ما يظهروش على انه زي ما حصل في في 1/7 يتم استيعابه في حجمه في حجمه طبقا لحجمه، تبقى يعني لغة الغد هي الاحتفالات صح وابراز الحدث. ما اعرفش راي حضرتك ايه ده راي صائب جدا طبعا. استاذنا سياده اللواء كاتو محلل عظيم وخبير عظيم، يعني له خبرته، وهو بيقول كلمه درس مستفاد من 1/7. 1/7 الاعلام تبارى وتنافس على انه يظهرنا عندنا خسائر قد كده وقد كده وقد كده. الحقيقة تخالف ذلك. أنا بأضيف بقى الكلام سيادة اللواء كاتو، أرجوكم لا تستمعوا إلا لبيانات المتحدث العسكري خاصة في هذه الظروف. ده مهم بكرة احنا عايزينكم كده، اسمعوا المتحدث العسكري لا قدر الله إذا حدث، وأنا متأكد
انه لن تحدث شيء رئيسي وهيعدي اليوم على، واحنا مش خايفين اصلا، لان هم اللي ممكن يكونوا خايفين، كل العناصر الارهابيه دي هي اللي ممكن تكون خايفه، لكن احنا اصلا مش خايفين. انت ممكن كنت تتابع اعلاميا حاله الجنود وحاله الضباط ومرور السيد القائد العام القائد مسلحه والسيد رئيس اركان حرب القائد مسلحه وقاده التشكيلات التعبويه، سواء قائد الجيش الثاني سواء قائد الجيش الثالث ثم المناطق العسكريه، كل الزخم ده بيعني ان احنا ناس جادين مش بنهزر. نعم. طيب ادخل في صلب الموضوع مع حضرتك، كيف ستؤثر قناة السويس بشكلها الجديد في الأبعاد الاستراتيجية للمنطقة؟ ونوضح بس للناس فكرة الأبعاد الاستراتيجية، القضايا السياسية العسكرية. لما نيجي نقرأ الأبعاد الاستراتيجية عشان إخوة المشاهدين برضو ما نقول لهمش كلام مجعلص، لما نيجي نقيس القدرة أو ما تحققه قناة السويس من مزايا في البعد الاستراتيجي، نمسك قوة الدولة الشاملة. قوة الدولة الشاملة إيه؟ عبارة عن قوة دبلوماسية، قوة سياسية، قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة اجتماعية، قوة إعلامية، قوة تكنولوجية، 7. خلاص؟ نمسك قناة السويس هتعمل ايه في القوة دي عشان تشد مصر؟ احنا لما بنيجي نقارن بين قدرة مصر وبين قدرة اي دولة في العلم، بتقاس قوة الدولة الشاملة، بيقاس 7 عناصر دول، تمام؟ بيضربوا في عنصر اسمه الإرادة الوطنية، والحمد لله موجودة ولمسناها ولقيناها وشفناها. إذن الإرادة الوطنية اللي عندنا عنصر فاعل جدا جدا. إذا أي ميزة مما تحققه قناة السويس اتضرب فيها يدي معدل أعلى، يعني أنت فاهم إزاي؟ معامل عالي جدا يخلي أي قدرة أو أي ميزة تطلعها قناة السويس مضاعفة كبيرة. هنمسك بقى على البعد السياسي، ايه رايك في وضعيه مصر بقى السياسيه بعد افتتاح قناه السويس، ومن سيتقرب الينا بعلاقات طيبه، ومن سيحاول تلطيف العلاقات زي ما احنا شفنا وفد الكونجرس جه وكيري مش عارف ايه، ودول برضو زيهم زي اي دوله، احنا خلاص مش عايزين ندي حد اكبر من حجمه، لكن احنا بنقول ان في دول بدات تعدل من سياساتها، بدات تعدل من مساراتها، لان دي على الارض تعني الكثير بالنسبة للولايات المتحدة وبالنسبة لمصر. العلاقات المتزنة بين الدولتين مهمة جدا، ادي حاجة. النفوذ السياسي، القدرة السياسية او الحركة السياسية الاكبر على البعد الاقليمي بقى. شفت الدول العالم اللي تقربت مننا واقامت علاقات وتفهمت موقف مصر، وكان الرئيس بيقولك احنا مدينهم وقت يتفهموا، وفعلا خدوا وقتهم وتفهموا. اقتربت فرنسا واقتربت ألمانيا واقتربت أسبانيا واقتربت إيطاليا، وإنجلترا لسه بتشاور عليها، لدرجة أن أحد عناصر مجلس العموم البريطاني توجه بخطاب شديد اللهجة إلى كاميرون، قال له أنت متأخر، أنت بتؤذي الأمن القومي البريطاني في الصميم بأنك لم تدعو الرئيس السيسي يتحدث إلينا هنا في مجلس العموم، وفعلا بعت وزير يدعوه، وفعلا حصل من شهر فات. طيب تعال بقى نشوف ده على البعد السياسي. على البعد الدبلوماسي، شوف حجم العلاقات الدبلوماسية وتصاعدها بما تسهله من اتفاقيات في كافة المجالات، لأن البعد الدبلوماسي هو الذي يمهد إلى الاتفاقيات اللي احنا بنعقدها في كافة المجالات. البعد العسكري والأمني، إن مصر بقدرتها وبما يمثله جيشها من هذه القدرات قادر على تقديم، لأن اللي قدم هذا العمل جزء كبير شارك فيه القوات المسلحة، قدرة على تقديم الحماية وقدرة على توفير حياة آمنة لشعبها. إذن هيحصل معاك تعاونات عسكرية كتيرة، وبدأت النهاردة كيري عايز يحيي النجم الساطع، ودول كتيرة عايزة تبقى، روسيا هتبدأ تدريب، أول مرة هنبدأ تدريب مشترك مع روسيا. ده كان أعلن عنه فعلا؟ أعلن عنه وجاري التنسيق فيه. مهاراتها تكون شبهة بالنجم الساطع، ممكن تكون زيها وممكن تكون أكبر. الحاجة في البعد الاقتصادي، ما تحققه قناة السويس من 5.2 في السنة، على مدى 10 سنوات القادمة نوصل ل 13.8. طفرة. إذن ما نمدش إيدينا بقى ونعتمد على أنفسنا. علاوة تشغيل عمالة، مناطق لوجستية، منطقة جاذبة للتجارة العالمية، اختصار سرعة حركة التجارة ووصول المواد الخام، 8 ساعات الرحلة
عشان في بعض الناس بتقول لك المركبه تمشي في القناه وتقف فين. لا، ده من صالحها انها تعبر القناه دي باقصى سرعه بالثمان ساعات دول، لان تخيل المواد الخام لما توصل بصانع في 11 ساعه اقل، نص يوم اقل. تخيل النص يوم ده يترجم قد ايه في التصنيع وفي وصول المنتج الى الاسواق. كذلك الاستثمارات، ده في البعد الاقتصادي. تعالى في البعد الاجتماعي، البطاله، الحاله النفسيه والمعنويه لدى الشعب، إنشاء مدن جديدة، إنشاء تجمعات عمرانية جديدة شرق القناة وحول مناطق القناة. على البعد الإعلامي، البعد الإعلامي ممكن يصغر مصر في هذا اليوم بقيمة مضافة كبيرة جدا 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 لقوة مصر. إذن قوة تعلو بمجرد مشروع عملاق واحد، وإن شاء الله مشاريع عملاقة كتيرة جاية تعلو بيها مصر أكتر وأكتر. لكن هل من الممكن ان البعد الاستراتيجي برضو يحمل بعض التهديدات لمصر بشكل او باخر؟ اكيد. بص، التنافسيه في الاقتصاد، يعني سمعنا ان اسرائيل ما زالت تصمم على انشاء بعض القنوات، ولا تفرق معانا، خليهم يعملوها وهتكلفهم وهتعطلهم، والناس مش هتثق الا في المجرى الرئيسي. خلي بالك، المجرى المزدوج المؤمن السريع، خليهم يوروني كده بالقوة العامله اللي عندهم، بالقدرات اللي عندهم. احنا بنبص للقوى البشريه والقدرات البشريه وحاجات كتير جدا، وللطبيعه الجغرافيه والطبوغرافيه لمسرح هذه القناه اللي بيدعوا دايما. ده نوع من حرب المعلومات اخي العزيز، ده نوع من حرب المعلومات، ان هو يقعد بقى يهد الاحتفالات اللي عندك، يهد الحاله المعنويه والنفسيه التي يتمتع بها الشعب المصري في هذا التوقيت. لا، ده اسرائيل هتعمل ده. التنافسيه موجوده، ولكن مصر مش هتقف. مصر بادئه بعمق 66 قدم. ده بيستوعب اي، ده بيستوعب أي للمستقبل. كمان الناقلات الاكثر حموله او الاعلى حموله واللي لسه ما تواجدتش على 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 اذا ده هيبقى دافع لشركات جديده انها تعمل ناقلات عملاقه اكبر. كل ده قناه السويس لخير العالم، لخير العالم مش لخير مصر. طب في سياق التهديدات حضرتك كان عندك كلام انا ربما قطعتك بيه، ربما يعني بالبعد الاستراتيجي للقناه ربما يحمل بعض التهديدات لمصر بشكل او باخر. التهديدات خلي بال حضرتك ممكن ما تكونش تهديدات عسكريه او امنيه، لكن موجوده التهديدات العسكريه والامنيه حول المجرى وحول تهديد السفن وحول كل ده هيحاولوا. لكن احنا عندنا قوات حمايه القناه، قوات حمايه الممر الملاحي، ودي قوات جويه وقوات بحريه وقوات بريه. لا، ده منظومه كبيره قوي، يعني اللي تسول له نفسه انه يعمل كده ده هالك هالك. الحاجه الثانيه بقى التهديدات في التنافسيه الاقتصاديه، انت عندك منطقه جذب لوجستي كبيره جدا جدا هتكون على طرفي القناه، هتنافس سنغافوره وهتنافس في مارسيليا وهتنافس جبل علي وهتنافس منافسه. عليك أن تقوم بتطوير هذه المناطق اللوجستية إلى أعلى مستوى ممكن وأعلى جذب ممكن، لأنك أنت بتتمتع بميزة مش موجودة عند الناس دي كلها، ميزة الموقع ووسطية الربط الاستراتيجي للخريطة العالمية. أنت ممكن تربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب من غير ما، لكن هم ما عندهمش الكلام ده، لأن هم مجرد مكان بتتحط فيه الكونتينرات بتاعت. لكن انت لو حطيت بقى في الظهير الصحراوي او في ظهير المينا بتاع الشرق التفريعة، وده اللي هيبدا يجرى دلوقتي، ان هيتعمل حفر جديد في منطقه شرق التفريعة، كل الكركات دي هتيجي رايحه بقى هناك تعمل لنا كمان الشغلانه دي، ونبقى بقى عمالين بنحرك كل هذا الحجم من التجاره. تجاره الترانزيت تعلى في مصر، وخاصة في حوض البحر المتوسط، تبقى مصر ملتقى للحوض الشرقي مع الحوض الغربي. على ذكر شرق التفريعة والتفريعات، حضرتك تابعت ازاي الآراء اللي حاولت تقلل من شأن قناة السويس الجديدة؟ وطبعا ده برضه في سياق الحرب النفسية، ربما حضرتك ما احنا اتفقنا انها مجرد تفريعة او مجرد مجرد ترعة وناس مهاويس قالوا كلام يعني لا يصح ان نذكره. استراتيجيا حضرتك قريته ازاي ده؟ قريت ان هو محاولة الى هدم الروح المعنوية واللعب بالحاله النفسيه والمعنويه للشعب المصري. اولا عارف حضرتك تقريبا وصل بيه الشطط ان هو انكر وجودها اساسا. ايوه، ما يعني ما هو الانسان لما يقعد يكذب لغايه ما يصدق نفسه
فده ده النوعية دي. وبعدين النوعية المجنونة بقى، الجنان الرسمي ده، الجنان وعدم الاتزان. اما يكون قدامك انسان غير متزن نفسيا، ده الايجابي لصالح الدوله سياده اللواء طبعا، انه الواقع بقى بيبقى صدمه، صدمه على كل اعداد، صدمه بقى على كل من صدق وعلى كل من يعادي وعلى كل من يفهم خطا. ادي هو واقع اهو، وبشكل واضح هو تحديدا الاخوان والمتاخرون يا سيدي الفاضل، يعني في نص هم اللي في القلب من فكره رفض المشروع. اول المشروع او في نص المشروع عناصر من الاتحاد الاوروبي جت زارت المنطقه، قالت ايه؟ قالت ده لا يمكن تنفيذه، يجوا يتفرجوا. ما هم في معادلة احنا عايزينهم بعاد عنها ما يعرفوهاش، ايه هي؟ التركيبة النفسانية للإنسان المصري، احنا عايزينهم يفضلوا عمي عنها. وهم فعلا هذه التركيبة، هذه الكاريزما، هذا الجين لغاية دلوقتي العالم مش لا عرف يفسره في 73، ولا عرف يفسره في ثورة 30/6، ولا عرف يفسره في حفر قناة السويس، وحيفضل طلسم بالنسبة لهم كده. والمصريين دي مش المحاولة الأولى، دول حاولوا من زمان، من أيام الفراعنة. تمام. طب قبل ما حضرتك سيبنا برضو في بعد تاني لابد ان نطرحه بين ايدين حضرتك، فكره هل البعد الاستراتيجي او الاهميه الاستراتيجيه المضاعفه اللي حضرتك بشكل مبسط بسطتها لما تضربها في قيمه قناه السويس بتدي اضعاف مضاعفه لما تضربها في قيمه اراده الانسان المصري. وانا احييك على هذا التشبيه برضو بسيط. هل البعد ده ممكن ينصرف على دول المنطقه كلها، ولا هيبقى فقط مصر بس تتمتع؟ لا، الرفاهيه والبروسبيريتي اللي هتنتج تجاره في المنطقه كلها، تجاره. افتكر ايام زمان التجاره والرفاهيه اللي كانت في مصر كانت منعكسه قد ايه على الشام، وعلى وانعكست قد ايه على منطقه الخليج قبل اكتشاف البترول. لا، المنطقه كلها هتبقى فيها تجاره، وهيبقى فيها صناعه، وهيبقى فيها نوع من الرفاهيه والحركه التجاريه، لانك انت زي ما بتسهل التجاره العالميه بتسهل لاقرب الدول. تقيس بقى سرعه الرحله بالنسبه لهم، قيس التكلفه بالنسبه لهم، هم الاقرب وبالتالي هم مستفيدين. سياده اللواء حمد بخيت، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءه الاستراتيجيه لقناه السويس الجديده، وان شاء الله يجمعنا لقاءات اخرى لاحقا ان شاء الله. مشاهدينا نتوقف مع نظرة موجزة وسريعة على تطورات الأحداث مع الزميل أشرف عبد العاطي، وبعده نواصل هذه الحلقة الخاصة مواكبة منا لاحتفالات مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة. ابقوا معنا. استعدادا هذه الأجواء الاحتفالية تتواصل معكم استعدادا لافتتاح قناة السويس الجديدة بعد ساعات قليلة. طبعا حضراتكم قدمنا لكم منذ قليل قراءة استراتيجية لأهمية هذه القناة، والآن نتحدث عن الجوانب الأخرى المتعلقة بها سواء كانت اقتصادية أو سياسية مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ مصطفى بكري البرلماني السابق رئيس تحرير الأسبوع. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا. بداية حضرتك شايف الحدث إزاي، أو إيه انطباعاتك عنه، رؤيتك ليه؟ هل في شيء من المبالغة في احتفالات المصريين بهذا الحدث، ولا حضرتك شايفه إزاي؟ لا، يؤسفني أن بعض الأصوات خرجت لتقول أن هناك مبالغة في احتفالات المصريين بحفر قناة السويس الجديدة، وأنا أستغرب الحقيقة على هذه اللغة، وكأنه كأن البعض يعني يستخسر على الشعب المصري أن يخرج ليحتفل بهذا الحدث الكبير وهذا الإنجاز العظيم الذي يمثل نقطة تحول حقيقية في تاريخ هذا الشعب. نحن أمام إنجاز تحقق في فترة لا تزيد عن العام. نعم. أبرز ما فيه هو وعنوانه الأساسي هو إرادة المصريين. حفر القناة بكل ما يحمل هذا الأمر من صعوبات ومعوقات وعراقيل، أن ينجح المصريون بأموالهم في جمع أكثر من 64 مليار جنيه في فترة لا تزيد عن 8 أيام، وأن يفعلوا ويوظفوا كل قواهم لإنجاز القناة بالشكل اللائق لها في مدة زمنية لا تزيد عن العام، رغم أن رئيس هيئة قناة السويس واللواء كامل الوزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية أكد يومها أنه لا يمكن إنجاز هذه القناة إلا بمرور 3 سنوات، ومع ذلك تحققت المعجزة. هذا الفعل ما كانش اعتباطي أو ما كانش يعني مجرد مبالغة في الوقت، لا، بالفعل حدث تفعيل لكل الأدوات وكل الأليات لينجز هذا الهدف. إن المصريين يفرحوا أنا بعتقد إن ده حقهم الطبيعي. صحيح. وفرحة المصريين ليست فقط بقناة السويس، ولكن بالأمن
وبالاستقرار وبالمضي قدما إلى الأمام. نجح الرئيس السيسي في أن يبعث الأمل في النفوس. والمشروع نفسه يا أستاذ مصطفى إن لم يكن به أي مزايا أخرى سوى أنه تم إنجازه في خلال سنة فيكفينا للفرح، يعني إن لم يكن لي أي مميزات أخرى ولكن بهذه العزيمة وهذا الإصرار الحركة أشرت إليه المصريين أنجزوه في خلال سنة، فده في حد ذاته مدعاة للفرح والافتخار به. أنا بعتقد أنه أهم ما حققه مشروع حفر قناة السويس هو إعادة الثقة للمصريين في أنفسهم، ودي يمكن اللي قالها وزير الدفاع الفرنسي للفريق مميش أثناء مصاحبة الفريق مميش للمهندس إبراهيم محلب في زيارته لفرنسا. قال له أنتم تعيدون مجد الفراعنة من جديد، إنها المرة الأولى التي أشعر أن مصر فيها رئيس دولة، منذ فترة مصر ليس فيها رئيس دولة، هذه المرة الأولى التي أشعر فيها أن مصر فيها رئيس دولة استطاع أن يحقق هذا الإنجاز، واستطاع أيضا أنه يحتوي كثير من المشاكل والأزمات وأن يتابع بنفسه هذا الأمر. الفريق مميش بيحكي لي لما راح يحصل على جائزة العام من هيئة النقل البحرية الدولية، الرجل اللي كان بيقدمه قال أقدم لكم الآن الرجل الذي استطاعت بلاده، الذي استطاع شعب بلاده أن يجمع 8 مليار دولار في 8 أيام. فضجت القاعة بالتصفيق، كأن أحدا لا يعرف أن هناك شعب يستطيع بإرادته أن يحقق هذا الهدف. ده كان معناه إيه؟ لما رئيس الدولة يقول للشعب بتاعه اطلعوا وابنوا القناة دي بإيديكم واجمعوا الفلوس دي بإيديكم، فيخرج مصريون من كل اتجاه ومن كل الأعمار، ويبقى الواحد فيهم بس عايز يساهم. في ناس ساهمت بعشرة جنيه، في ناس مثلا يعني في ناس ساهمت بمبالغ متدنية للغاية، في 28 مليار جنيه طلعوا من تحت البلاطة. وخلي بالك المصري لما يطلع قرش من تحت البلاطة ده ممكن ما يثقش في البنك لكن يثق في عبد الفتاح السيسي. فلذلك بعتقد ان احنا قدام نقطة تحول مهمة في علاقة الحاكم بالمحكوم، في ثقة الناس بأنفسها التي بدأت تعود إليها مرة أخرى. لما نجح المشروع أنا بعتقد أن الرئيس السيسي لو طلع بكرة وقال للشعب المصري أنا عايز لبن العصفورة هيجيب له لبن العصفورة لأنه يثق فيه. طيب طالما إحنا يعني بنحاول ناخد ما يثار من قبل هؤلاء الذين يحاولون يشوشون على الفرحة أو يعني يخلوا صورة مرتبكة بشكل أو بآخر، وتحديدا يمكن زي ما أنا قلت منذ قليل هم الإخوان والمتأخونين، سواء يعني كان الإخوان هنا في الداخل أو المتأخونون في الخارج بيحاولوا أن يقللوا من فرحة المصريين أو هذا الإنجاز، يثار حديث حول فكرة تكلفة الاحتفال. أولا أيا كان تكلفة الاحتفال، الحقيقة وأنا قاعد كنت مع الفريق مميش يوم الأربعاء اللي فات، وأنا قاعد جاله شيك بمليون جنيه جابه أحد القادة العسكريين في الجيش الدارة الميداني من صاحب شركة في السويس، ولا فندم فلان الفلاني ده، وفلان الفلاني ده مش مصري، عربي وصاحب مصنع حديد واسمه رفيق الضوء. قال له فندم شيك ده من رفيق الضوء بمليون جنيه مساهمة في قناة السويس. فريق بيقول لي ده في واحد جاني هنا ودفع 25 مليون جنيه، كل المبالغ اللي اتعملت بيها اللي هيتعمل بيها الاحتفال هي من جوب إما رجال أعمال وإما مصريين شرفاء وإما مصريين في الخارج. فالناس تبطل بقى الحزب أعداء النجاح ده الذي لا يريد لأحد أن ينجح، ومنهم طبعا الإخوان هم اللي بيطلقوا هذه الشائعات وهذه الأكاذيب أن الدولة المصرية هي اللي تحملت التكلفة، أن الموازنة العامة هي اللي تحملت التكلفة، نهاية قناة السويس هي اللي تحمل. هذا غير صحيح. تمام. من تحمل التكلفة هم مصريون وعرب وطنيون لديهم استعداد انهم يقفوا مع البلد في الفترة دي. طب هذه الشريحة وصل بها الشطط يا استاذ مصطفى انها يعني انكرت وجود المشروع من اصله، قالوا عليه ترعة. لا ده هم انكروا ان هو مش موجود في الاساس من بعد التقليل من شأنه، ولعل اقتل الحظ انه من اللحظة الاولى اللي اعلن فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي انه هو سيتم الانجاز على مدار سنة وتصميمه على انجازه. بص الجماعة دول بيفكروا شككوا في امكانية انه يتم تنفيذه، شككوا في امكانية طب انه ممكن يتم تنفيذه على مدار سنة، شككوا في امكانية تمويله، ومسألة التشويش على هذا المشروع تحديدا منذ اللحظة الاولى للتفكير فيه وحتى يمكن سويعات قبل افتتاحه مستمرة. ف
حضرتك شايفها في اي سياق كل هذه الامور؟ شوف بعض هذه الاصوات وبعض ما يكتب على وسائل التواصل الاجتماعي من الاخوان ولجانهم الالكترونيه ويعني من يدور في فلكهم قالوا ايه؟ قالوا مين قال لكم ان دي قناه السويس جديده؟ دي هي نفسها القناه القديمه. ومين قال لكم ان الصوره دي حقيقيه؟ ده اللي انا بقوله. الصوره دي مشكوك فيها. فوتوشوب تاني. ومين قال لكم ان دي ميه؟ دي مش ميه، دي حاجه صناعيه معموله. وقس على ذلك. وفي النهايه يقول لك لا اصل دي تفريعه، لا اصل دي ترعه، اصل دي لا توازي، اصل الغوص فيها ضعيف جدا. طب حضرتك انا لو تاملت فيها سياسيا، يعني لو حضرتك حبيت تحللها سياسيا، حاله الانكار دي اللي وصلوا لها ده مرض زي. ده مرض. مش هم دول اللي كانوا بيقولوا نجاح لمصر؟ مش هم دول اللي كانوا في يوم من الايام قالوا ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى وراء محمد مرسي؟ مش هم اللي قالوا سيدنا جبريل جه وقال كذا واوصانا بكذا؟ مش هم دول؟ يعني احنا بنتكلم عن ناس مرضى، مرضى نفسيين، مكانهم هو الخنكه، مش مستشفى العباسيه، مستشفى العباسيه يعني اظرف شويه يعني. دول خنكه لانهم ناس ينكروا الحقائق، لا يتعاملوا مع الواقع، بيلعبوا على عقول البسطاء، لكن نسيوا ان البسطاء كشفوهم وعرفوهم وما حدش عاد مصدق الكلام اللي بيقولوه. والدليل ان البسطاء دلوقتي في الشارع. انا عشان اجي لك من مكتبي لغايه هنا مسافه لا تزيد عن كيلو متر، انا اجي لك في اكتر من ساعه. انا اشرت وانا ماشي في الاحتفالات في الدنيا واقفه، اعلام مصر في العربيات في الشوارع في كله، اشرت الصوره دي. الانبساط ده منين؟ الفرحه المصريه دي منين؟ مين اللي يقدر يدخل في دماغ المصريين شيء غير اللي هم شايفينه؟ محدش. والدليل ان الانسان المصري عارف كل حاجه وواعي بكل حاجه، واللي يتصور انه هيضحك على المصريين تاني زي ما ضحكوا علينا قبل كده هو واهم ولا يقول الحقيقه باي حال من الاحوال. طب انا بدعو حضرتك نقترب شويه من محافظات القناه حيث الاحتفاليه وتحديدا في القلب منها محافظه الاسماعيليه. معنا سياده اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه. اهلا بيك سياده اللواء. اهلا يا فندم. معي هنا في الاستوديو الكاتب الصحفي الاستاذ مصطفى بكري بيشاركنا الحديث حول معالي الوزير. مساء الخير. مساء الخير مصطفى. ازيك يا فندم؟ وحشنا ومبروك عليك وربنا معاك الساعات القادمه. دعواتك يا مصطفى بيه. ربنا يخليك يا فندم. لكن انا عايز اقول لحضرتك اطمنك، يعني الاسماعيليه عروس مزينه في انتظار فرحها باكر ان شاء الله. ان شاء الله. كل ما هو خاص باي اجراءات واي استعداد تم. لكن اللي انا عايز اوصله بستغل وجودك واللي احنا موجودين مع بعض مع الساده المشاهدين، الاسماعيليه حاله دلوقتي. نعم. تقريبا الاسماعيليه كلها في الشارع. هو يمكن معالي رئيس معالي رئيس الوزراء كان هناك امبارح او امبارح سياده اللواء. انا بكلمك على اللحظه اللي انا بكلمك فيها دلوقتي. انا قصدي ان هو كان برضو متابع للسياق الاستعدادات والترتيبات. طبعا. لا انا بس باكد مع مصطفى بيه. تمام. ان 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 احنا المفروض لا نتوقف امام قله. صحيح. مرضهم بقى ميؤوس منه. مرض المفروض ما يربكناش بقى، يعني احنا مش هنستنى نعالج واحد هو ملوش علاج وملوش حل. وانا معايا مش المعظم، معايا الاغلبيه الساحقه معايا في الشارع دلوقتي، معايا بعيالها ومعايا بحريمها ومعايا بستاتها الكبار معانا دلوقتي في الشارع بيحتفلوا وفرحانين وبيعبروا عن سعادتهم بكل انواع السعاده وبالمسيرات وبالاعلام. الناس عارفه هم داخلين على ايه. نعم. الصوره برضو اكثر روعه هنا في ميدان التحرير وفي محيط ميدان التحرير، و يعني اجواء احتفاليه رائعه. مصر كلها يا فندم، مصر كلها بمحافظاتها بكل مواطنينها. يبقى اذا الحمد لله احنا مصر، الشعب المصري عارف هو رايح فين، وهو عامل عارف حجم الانجاز اللي هو عمله، واحنا لما استعدينا هنا استعدينا على حجم الانجاز ده. لابد نتجاهل كل هذه الاصوات سياده اللواء. يمكن انا من شويه كنت بقول للاستاذ مصطفى ان هم وصل بيهم الشطط ان هم انكروا وجود المشروع من اصله، انه ما فيش مشروع تم تنفيذه يعني. يا فندم ده احنا واحنا بننفذ سمعنا كلام كتير. ده استنى لما قالوا طلع لهم تعبان كبير وطلع مش عارف يعني. فيما يتعلق باستعدادات محافظه الاسماعيليه لانها في القلب من المحافظات المعنيه بهذه الاجواء الاحتفاليه، يعني ايه ابرز الملامح الجديده او التطورات اللي اضيفت للقناه للمحافظه والاستعدادات اللي تم اتخاذها لعل حضرتك تطلع الساده المشاهدين عليها؟
هو انا عايز اقول لحضرتك برضو ما يميز مساعدة الدير الإسماعيلية انه اشتغل لعملية التأهيل لهذه الاحتفالية كان الاساس والرؤية ان احنا نضيف للبنية التحتية من خلال اشياء تعتبر مكتسب يستمر معانا. فانا عايز اقول لحضرتك مثلا على سبيل المثال احنا من عندنا افضل شبكة طرق موجودة دلوقتي تمام. سواء من مداخل لطرق رئيسية لداخلية لشرق الغرب الحمد لله خدت شكلها اللي احنا بنعتبر ان هي اضافة غير مسبوقة. احنا عندنا شبكة انارة عامة تم تجديد شبابها بالكامل وتم رفع كفائتها واضيف اليها شيء بره الصندوق ان احنا امرنا طريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي من مدخلنا وحدودنا الادارية حتى داخل الاسماعيلية بمسافة بحدود 40 كيلو نعم. إنارة عامة كاملة يعني حضرتك تخش الإسماعيلية حالة من الولس وحالة من الشكل الحضاري. وسيادة الرئيس النهاردة شرفنا بريا وشاف المدخل بتاع الإسماعيلية ودفع ثمن رسوم العبور يا فندم ودفع العذاب بتاع الركاب الرئاسة كلها أنا من جيبه الخاص من جيبه الخاص طول عمره يعني له حاجات وسبق كده ما حدش بيعرف يكرره معاه ونزل وسلم على الناس ده دليل الأمن والاستقرار صحيح سلم على الناس بتوعه كلهم دول ناس واهله وظهره بس هي طبعا واحد واحد. طبعا الامور دي لها دلائل ورسائل كثيره جدا اتمنى انه يعني الاجهزه المعنيه في الدوله والجهاز الاداري للدوله تحديدا يعني يلتقط الخيط من تصرفات زي دي من الرئيس عبد الفتاح السيسي نتمنى لك التوفيق سياده اللواء ان شاء الله بكره والاحتفالات تخرج في ابهى صوره ان شاء الله سياده ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه شكرا جزيلا لك اعود اليك استاذ مصطفى عشان ننتهي تماما من هذه الامور المرتبطه باعداء النجاح خطوة يعني سؤال مرتبط بشيء من التحليل السياسي يعني تأثير كل هذه المشروعات الطموحة وافتتاح قناة السويس الجديدة على جماعة الإخوان الإرهابية خاصة في ظل زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة مؤخرا والحوار الاستراتيجي الأمريكي وما شابه يعني أنا بعتقد أن خطة الإخوان منذ الأحداث الأولى الحقيقة التي تلت انحياز الجيش إلى ثورة 30 يونيو كانت تركز على إفشال الدولة المصرية وإفشال الحكومات المتعاقبة في تحقيق أي إنجاز معين خلال الفترة التي كان يفترض أن تحدث فيها متغيرات كانوا يتوقعونها فكان هناك اتجاه لإحداث حالة من الفوضى المجتمعية وحدث ما حدث في رابعة وحاول استغلال هذا الأمر استغلالا لصالحهم وكان هناك أعمال عنف في فترة ربما الدولة يعني انفلتت كثير من الأمور بفعل هذه المؤامرة التي نفذت حرق كنائس حرق منشآت وقتل أفراد أبرياء من الشعب المصري كان الرهان في كل ذلك هو إفشال الدولة المصرية على تحقيق أهدافها فشل الإخوان في فرملة الدولة وفشل الإخوان في عرقلة هذه الإنجازات يرجع لسببين السبب الأول هو الإرادة المصرية واستعداد القوى الحية سواء الجيش المصري عماد الدولة وعمود الخيمة كما نسميه أو المؤسسات الأخرى في أن تواجه وأن تتحدى وأن تقب بالمرصاد لكل هؤلاء السبب الثاني حقيقة هو إرادة المصريين ومساندة أشقائهم العرب لهم في هذه الفترة سواء كانت دولة الإمارات أو السعودية أو الكويت أو غيرها الحقيقة لعبت دور محوري ومهم جدا في أن تساعد في وقوف مصر على قدميها في هذه الفترة ويمكن الرئيس السيسي يتكلم عن ده والفريق أول صدق صبحي القائد العام قوات مسلحة وزير الدفاع والنتائج الحربي لما زار الإمارات قال هذا الكلام نعم. وعشان كده الرئيس بدأ خطة منذ البداية خلي بالك مع بداية ترشحه لرئاسة الجمهورية كان عنده برنامج عمل ربما لم يفصح عليه كاملا لكن احنا بنشوفه على أرض الواقع دلوقتي زي ما هنشوف بكرة إعلانات متعددة حول مشروعات كبرى منها ما يخص الصعيد ومنها ما يخص محور التنمية وغيرها وأتصور أن ده كله مردوده سلبي جدا على جماعة الإخوان جماعة الإخوان كانوا فترات معينة يقولوا الله مشروع التنمية ده هو بتاع محمد مرسي كان بيرهن البلد محمد مرسي كان بلد محمد مرسي كان حيأجر قناة السويس للقطرين والأتراك والأمريكان
ده محمد مرسي، انما ده مشروع جديد بتخطط له، وكل حاجه بتتعمل فيه دلوقتي في مجموعه عمل بتقعد تفكر هنعمل ايه ونبص ازاي لقدام ونعمل مشروعات بمنطق المستقبل زي ما احنا بنبص للحاضر بنبص للمستقبل. نعم. فده طبعا بالتاكيد كله يؤدي الى مزيد من انحسار لجماعه الاخوان، خصوصا وان وجهها القبيح اللي بدا يتضح للناس من خلال اعمال العنف واعمال الارهاب، كل دي كانت عوامل مهمه جدا الحقيقه خليهم ينزلوا مظاهره في الشارع، الناس هتكسرهم. فيش اذا كان عندهم ما يستطيع انه يعمل مظاهره. كانوا بيأجروا الناس في الفترات اللي فاتت وكانت الناس احيانا تسيبهم، بس دلوقتي الناس بتصدرهم لانه عارفين دول هدفهم. اللي على حضرتك تلمح طبعا تحسن او تقارب بين الولايات المتحده الامريكيه ومصر، ده مردوده ايه في ذات التحليل لحضرتك؟ شوف الحقيقه الحوار الاستراتيجي يمكن كان علامه مهمه جدا في اطار تطوير العلاقات المصريه الامريكيه، وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي من البدايه احنا هتكون لنا علاقات استراتيجيه بالجميع، لا يمكن ان نتجاهل طرف مؤثر ودولي، لكن السياسه الخارجيه المصريه لابد ان تكون سياسه متوازنه تراعي مصالح مصر، فاتجه شرقا الى روسيا والى الصين والى العديد من البلدان الاخرى والى فرنسا ايضا والى بريطانيا حيزورها والى المانيا، كل ده بقصد احداث توازن مهم جدا في السياسه الخارجيه المصريه، هذه واحده. الامر الثاني انه الرئيس على يقين تماما بانه الفتره القادمه هي فتره حل كل الازمات الاقليميه المحيطه بمصر والمحيطه بالمنطقه، اذا كان ناجح بالفعل في موضوع سد النهضه فهو قفل باب كان يمكن ان يفتح منه صراعات متعدده، وشفنا معالجه مرسي للموضوع كانت ازاي. اثنين، هو الان يريد ان يحشد باتجاه تفعيل دور القوى العربيه مشتركه، واحتمال تعلن بشكل رسمي يوم 27 من الشهر الجاري 27 اغسطس. ثلاثه، الرئيس يضع قضيه اليمن وقضيه سوريا على وجه التحديد وقضيه ليبيا طبعا يعني موضع الاعتبار والاهتمام. مصر بتلعب دور مهم جدا دلوقتي في حل وانهاء الازمات اللي موجوده مع النظام الحاكم في سوريا، نظام الرئيس بشار الاسد. لانه في النهايه اتضح انه ايا كان الامر، ايا كانت تحفظاتك على الرئيس السوري وهو رئيس شرعي، ايا كانت تحفظاتك، لكن اذا سقط النظام في هذه الفتره انهارت الدوله السوريه. انت عندك داعش واخد اكتر من السوري، وعندك النصره واحرار الشام وشبك تنظيمات عديده، وعندك الامريكان بيدربوا ناس دلوقتي كمان، وشايفين الصراع اللي بين النصرة وبين المجموعات بتاعت ما يسمى بالفرقة 30. فسوريا أصبحت ساحة مستباحة. سقوط النظام السوري وانهيار الجيش العربي السوري هيضع المنطقة كلها في مواجهة الإرهاب القادم من سوريا، والمعلومات أكدت أن عمليات الإرهابية اللي حصلت في الكويت والسعودية أصلا جاية من هناك من التنظيمات الإرهابية. ممكن موقفها يتغير تجاه الملف السوري؟ فأنا بعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن أولا هي ليست مصدر ثقة، يعني واشنطن ليست مصدر ثقة، والدليل في ذلك أن الجماعة اللي جايين يعملوا الحوار الاستراتيجي راحوا قابلوا مين؟ قابلوا الجماعة المناوئين للدولة المصرية، قعدوا معاهم وبتقول أنا بستغرب الحقيقة، يعني مجموعة بتقول على نفسها ناصرية ومجموعة بتقول على نفسها كذا، يقعدوا مع الأمريكان، يقعدوا مع الأمريكان بتاع إيه؟ إزاي؟ يا أخي أنت عارف الأمريكان سبب كل البلاوي في المنطقة، الأمريكان هم أصحاب نظرية الفوضى الخلاقة، الأمريكان هم أصحاب مشروع الشرق الأوسط الجديد، الأمريكان بيدعوا جماعة الإخوان ويلتقوا بيهم ورافضين يعلنوهم جماعة إرهابية. على هامش الحوار الاستراتيجي اللي طبعا حصل لقاءات مع أحزاب موجودة وتيارات موجودة، وقعدوا معاهم وتناقشوا معاهم وتكلموا معاهم، وهم عارفين دول مين، ودول عارفين إن الأمريكان هدفهم إيه من هذه اللقاءات. طيب أعود إلى قناة السويس الجديدة مرة أخرى، يعني كل هذه المشروعات التنموية الطموحة اللي حضرتك ربما أشرت إليها سريعا، ده هيتم البدء فيه مباشرة يا أستاذ مصطفى يعني بعد الافتتاح؟ لأنه كثير من المتابعين قالوا أنه التحدي الحقيقي يبدأ من 7 أغسطس بعد الافتتاح، تاني يوم الافتتاح. هنا يكمن التحدي على عاتق صانع القرار أو المسؤولين في الدولة أو الحكومة، سمي ما شئت الجهة اللي حضرتك عايز تسميها يعني. طبعا انا بعتقد ان خطاب الرئيس السيسي بكره هيبقى خطاب مهم جدا، خطاب نمره واحد تاكيد على الاراده المصريه ومحققتها، اثنين تاكيد على رساله قناه السويس
الموجهة للمصريين وللعرب وللأجانب. ثلاثة، تبشير بمشروعات مستقبلية متعلقة بمحور قناة السويس والتنمية التي ستجري، وهي تنمية ستكون كبيرة. احنا بدأنا بكرة، الرئيس مفروض يفتتح الجولة الأولى من مدينة إسماعيلية الجديدة بكرة. مفروض الرئيس عندنا حوالي 500 حوض تربية أسماك، حوض أسماك موجودة، ومستهدف 3823 حوض في الفترة القادمة، وهتدخل مبالغ ضخمة جدا. يعني احنا بنتكلم عن 10 كيلومتر بتوع شرق التفريعة كأنها قناة صغيرة جديدة. نتكلم عن وخلي انه هيبدأ الحفر فيها برضو على طول مباشرة. نتكلم على مشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، استصلاح حوالي 500,000 فدان وتعميرهم وتنميتهم وغير ذلك من الأمور. فأنا بعتقد أن برنامج الرئيس بكرة هيبقى فيه مفاجآت مهمة وأخبار فيما سارة يتعلق بالمشاريع التنموية، وأخبار سارة لكل المصريين بلا استثناء. برضو أتبقى سؤال فيما يتعلق بمسؤولية الحكومة تجاهها، لكن أستأذنك بس معنا سيادة المحافظ العربي السوري محافظ السويس معنا منذ دقائق. أهلا بك سيادة المحافظ. أهلا، مساء الخير أستاذ أحمد، وتحياتي للأستاذ بكري. مساء الخير مع الوزير، أنت طيب يا فندم. أهلا بك يا فندم. برضو سؤالنا الأبرز، استعدادات محافظة السويس بالنسبة لاحتفالات قناة السويس الجديدة، ولعل طبعا محافظة السويس لها الميزة الأبرز أنها بتحمل اسم القناة. يعني والله إحنا مدينة من مدن القناة ولينا خصوصيتنا شوية في الاحتفال. إحنا بدئين الاحتفال من الأسبوع، من أول الأسبوع. كل يوم بيبقى فيه احتفالية على منطقة الكورنيش. منطقة الكورنيش دي هي نقطة التقاء فرع القناة الجنوبي لخليج السويس. وبالتالي أفضل مكان ممكن يجمع فيه السوايس كلهم عشان يحتفلوا. إحنا عملنا عدة أنشطة خلال الأسبوع اللي فات، أبرزها إن إحنا بنعمل مرور لكرنفال لعربات الزهور للشركات الصناعية وشركات البترول الموجودة عندنا في المنطقة. ده بيمر كل يوم في شوارع سويس الرئيسية وخاصة منطقة الكورنيش. النهاردة كان عندنا احتفال مع قيادة الجيش ومديرية الأمن، بدأ بالموسيقى العسكرية عزف الموسيقى العسكرية بتاع القوات المسلحة، ثم سباق للدراجات. متميزين احنا في السويس بهذه الرياضة، عندنا بطولات عالميات في هذا الموضوع. ثم حفل فني شعبي لعزف التمسمية والتنورة وكل الفنون الشعبية اللي بيتميز بيها مدن القناة كلهم ومنها السويس. ان شاء الله نعمل هذا النشاط ايضا باكر في الحفل الختامي الرئيسي، ويختتم بإطلاق السهام النارية في سماء المحافظة وخاصة في منطقة الكورنيش، يكون أحلى ختام لهذه الاحتفالات التي تقام داخل المحافظة. إن شاء الله تخرج في أجمل وأروع صورة إن شاء الله. سريعا كده فندم، فيما يتعلق بنصيب محافظة السويس من مشاريع التنمية، يعني لعل طبقا لرؤى البعض أنه يعني محافظة السويس قدرها أنها عانت كبقية أو معظم محافظات مصر من عدم وصول كثير من مناحي التنمية إليها، رغم أنها بتقع على قناة السويس وزي ما أشرت منذ قليل بتحمل اسمها. نصيبها إن شاء الله في مشاريع التنموية القادمة هيكون إيه؟ والله هو عند حد حضرتك فعلا، إحنا يعني كمحافظة إن إحنا بنشعر أو لدينا شعور إن إحنا ممكن نكون أقل محافظات القناة في المجالات اللي حضرتك ذكرتها، لكن انا بعتقد برضو ان الخير قادم. يمكن زي ما استاذ مصطفى كان بيتكلم شويه على المشروعات التي سوف تصاحب افتتاح القناه الجديده، فيها تحمل الخير كتير لاولادنا وتحل مشكله تشغيل الشباب. ايضا ما سوف يعلن عنه من مشروع تنميه منطقه قناه السويس سوف يحمل برضو باع كبير في المشروعات التي سوف تقام في منطقه السخنه ومنطقه عتاقه، ومنهم ثلاث مشاريع احنا اشتغلناهم في الفترة اللي فاتت دي مع الجانب الروسي لإقامة منطقة صناعية شمال العتاقة، ومع الجانب الصيني لإقامة محطة كهرباء في أعلى جبل العتاقة تولد طاقة كهربائية تعادل طاقة الكهربائية المولدة من السد العالي، وأيضا مشروع كبير للبتروكيماويات بالتعاون مع الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي، وده بخلاف ما سوف يعلن عنه ان شاء الله طبقا للمخطط العام باكر ان شاء الله. هو ان شاء الله محافظه السويس هتكون في طريق بعض الوفود في تحركاتهم من القاهره للاسماعيليه فندم، ولا مش هيمروا بمحافظه السويس؟ والله يعني انا فاهم، انا فاهمه ان طريق تحركه الرئيسي هيبقى من اتجاه القاهره، لكن احنا برضو احد الروافد اللي ممكن يتحرك منها بعض هذه الوفود. انتوا في حاله استعداد برضو؟ نفع الشهيد احمد حمدي مؤمن، مجرى الملاحي مؤمن، وجود امنيه على اعلى مستوى
بتجرى الان داخل المحافظه، مش بس لتامين الاحتفاليه وما بعد الاحتفاليه، جهود الامن لن تتوقف من اجل استعاده الامن وان يشعر المواطن بان هيبه الدوله عادت وان اموره الحياتيه كلها في غايه الاستقرار ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء العربي السوري محافظ السويس على هذه المشاركه معنا. اعود لك يا استاذ مصطفى، معذره احنا لازم يعني نتابع الأجواء الاحتفالية في بعض المحافظات المعنية ولعلها طبعا في المقدمة محافظات القناة. فيما يتعلق بالمشروعات التنموية الطموحة ولعله ده يعني النقطة الأهم في سياق حديث عن قناة السويس الجديدة، وزي ما قلت لحضرتك حسب رأي الكثيرين أنه التحدي الأهم بدأ من يوم 7 أغسطس تاني يوم الاحتفال. هذه المشاريع اللي حضرتك أشرت إليها وأشرت لعل بعضها بدأ تنفيذه بالفعل، المعني به الحكومة ولا هتبقى جهة ما داخل الدولة تشرف على تنفيذ هذه المشروعات؟ لا هو بص، في تنسيق مشترك، الجيش المصري يلعب دور مهم جدا، قطاع الهيئة الهندسية يتبنى الكثير من هذه المشروعات، وفي ضمانة لإنجازها في المواعيد المحددة طالما إيد الجيش موجودة. بعض الناس اللي كانوا بيستهينوا بالجيش المصري ويتقولوا ويتكلموا فليروا مثل هذه الإنجازات التي هي بالأساس يعني كان الجيش بيلعب دور محوري فيها، لكن ليس معنى ذلك. لا هو انا بس عايز اقوله برضه صحح لي، هو واضح من سياسه الرئيس عبد الفتاح السيسي انه القوات المسلحه في القلب من اي عمليه تنميه بتساهم، هم جزء من الشعب بالاساس، كضمان برضه كضمان للانجاز وضمان للسلامه وضمان للشفافيه بالاساس. لكن مع ذلك غالبيه يعني مثلا المشروع الاخير ده لو قلنا مثلا 40,000 نفذوه، في 39,000 مدني وفي 1,000 بس من الجيش، لكن الجيش بيشرف على التنفيذ، بيلزم بمواعيد محددة وده ضروري ومهم. كذلك الحال فيما يتعلق بالمشروعات التنموية والاستثمارية القادمة، الجيش يلعب دور مهم جدا فيها. أنا عايز أقول بس أنه أول امبارح كان الوزير الإماراتي وزير الدولة الإماراتي دكتور سلطان الجابر يعقد مؤتمرا صحفيا، نعم، يتحدث فيه عن التعاون الإماراتي المشترك مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بإنجاز العديد من هذه المشروعات والمشاركة في حفر قناة السويس. احنا حسينا ان الوزير الإماراتي وهو يتحدث كأن هذا المشروع في الإمارات، شوف الى اي مدى اصبح يعني المصلحة المشتركة والإخوة وعلاقات الإخوة عكست نفسها حتى في التعامل اللفظي مع الحدث. صحيح. يعني واحد بيكلمك على ان ده مشروعنا كعرب مش مشروع مصري بس، رغم انه الامارات عندها طبعا ميناء، لكنها لعبت دور مهم جدا، نعم، في هذا المشروع وتلعب دور مهم جدا في المسائل المتعلقة بالتنمية، نعم، سواء يعني احنا شفنا امبارح سلم الدكتور سلطان الجابر 100 مدرسة و50,000 وحدة سكنية وحوالي 78 وحدة صحية ناهيك على الأوتوبيسات والعربيات والحاجات اللي تمت دي، وده دي الاتفاقات اللي تم عملها في التعاون الإطاري اللي وقع يوم 26 أكتوبر 2013 بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة بمنحة حوالي 4 مليار دولار و900 مليون دولار، 4 مليار و900 مليون دولار. لما أنا بشوف الناس دي وبشوف تفاعلها أنا بيبقى عندي أمل أكبر فيما هو قادم، وعشان كده أنا بقول بكرة خطاب الرئيس السيسي سيكون خطابا شاملا وحيوضح فيه ما حدث وتوقعاته ووعوده وقراراته بالمستقبل. طيب خلينا نتوقف لمتابعة هذه التهنئة من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، نعم، وأواصل مع حضرتك حديثنا. على فكرة الشباب والرياضة عاملة شغل شباب مصر كله في الشوارع دلوقتي وفي يعني مراكز الشباب كلها محتشدة بشكل غير عادي. أكيد نتابع هذه التهنئة من مع الوزير خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، ونعود لاستكمال الحديث مع الأستاذ مصطفى ذكري. لأن الحقيقة افتتاح قناة السويس هو مش مسألة مشروع بس، هو مسألة ازاي الشعب المصري كله تجمع في وقت معين. كانت كل الناس فاكرة ان الشعب المصري ده مشتت او في اراء مختلفة كثيرة او في نوع من الفرقة بينه، لكن الحقيقة مشروع رائع زي مشروع قناة السويس
خلى الناس كلها اظهرت للعالم ازاي المصريين في 10 ايام قرروا يعني يوديوا 64 مليار جنيه، وكانوا ممكن يحطوا اكتر لولا انه الدوله اكتفت بال 64 مليار. ازاي رئيس الجمهوريه قال ان هذا المشروع كان بنتكلم في 5 سنين وثم لا نعمله في 3 سنين، ثم بالتفكير بتاع مهندسينا وبالتصميم وبالاعداد ليها تم اتخاذ قرارها تتعمل في سنه. القرار اتخاذه سهل لكن تنفيذه هو اللي صعب، فانك تتخذ قرار في سنه وتخلص في سنه ده شيء رائع. الاروع من كده ان انت خلصت في اقل من سنه، عملت مراحل تشغيل ومراحل تجارب للافتتاح. الشعب المصري بيعيش بقاله اكتر من دلوقتي اسبوع او 10 ايام في ايه هو المراسم الافتتاح اللي هتبقى موجوده، ازاي الاحتفالات اللي هتتم. انا سعيد جدا في وزاره الشباب والرياضه لان انا عارف ان عندنا اطفال من كورال اطفال مصر هتبتدي هتغني في الاحتفال، عندنا شباب جاي من جميع المحافظات الحدوديه سواء في النوبه في حلايب وشلاتين في شمال وجنوب سيناء في مرسى مطروح، كل دول رايحين يمثلوا هذه المحافظات في الاحتفال. عندنا 250 او 300 شاب من اللي بيتكلموا اللغات المختلفه هيكونوا متواجدين عشان استقبال الضيوف، عندنا ممثلين لشبابنا في الجامعات المصريه، عندنا 10 15 شاب وشابه من كل محافظه من المحافظات. اللي يسعدني اكتر ان احنا عندنا 200 شاب وشابه من الدول العربيه هيحضروا الاحتفال، هيحضروا كمان ممثلين عن الشباب العربي، 22 وزير شباب ورياضة هيكونوا موجودين في الاحتفالات الجايين من كل الدول العربية يمثلوا الشباب العربي. فأنا شايف الحقيقة أن دي ملحمة كبيرة جدا هتتم. احنا ما زلنا لغاية النهاردة بنتكلم على افتتاح قناة السويس سنة 1869، بنتكلم على أوبرا عايدة اللي اتعملت في وقت ده، على أوجيني الإمبراطورة الفرنسوية اللي جات حضرت حفل الافتتاح. فأنا بقول أن الشعب المصري وشباب الشعب المصري اللي بيعيش هذه اللحظات هتفضل في تاريخه كبيره جدا. فبقول للشباب والشابات هتحكوا لأولادكم والأحفادكم إن شاء الله أنكم عشتوا مرحلة حفر قناة السويس سنة 2015 وتحكوها، وهيفضل هذا التاريخ موجود في مصر. الناس النهاردة بتتكلم أن ده رابع مشروع عملاق كبير عملته مصر في الأهرامات، وبتكلم على السد العالي، وبتكلم على حفر قناة السويس الأولى ثم مشروع قناة السويس الجديدة. الحاجة السعيدة كمان اللي هتساعدنا أن يكون عندنا رؤساء وملوك ورؤساء وزراء العالم كله جايين بيشاركوا معنا. القوات المسلحة كمان إن شاء الله هتستعرض الرافال والإف 16 والفرقات الجديدة. أنا شايف أنها ملحمة شعبية ما بين يعني الشعب المصري والجيش وكل المواطنين المصريين. مبروك لمصر إن شاء الله، ويوم 6/8 ده هيبقى يوم تاريخي بإذن الله. مهندس خالد عبد العزيز في تصريحات طبعا لعله استعرض استاذ مصطفى بشكل سريع اهم ملامح الاحتفال، واللافت للنظر ايضا انه فكره حضور شباب عربي ووزراء شباب العرب اعتقد من كل الدول العربيه هتكون حاضره، ودي لافته. والحقيقه السيد وزير قام بدور مهم جدا في عمليه الحشد الشبابي وشغال من فتره طويله على هذا الامر، وهنشوف برضه بكره جزء من الاستعراضات وجزء من الجهود تولتها الحقيقه وزاره الشباب في الفتره الماضيه. ولكن في كل الاحوال انا بتصور ان بكره يعني احتفاليه دوليه اكتر منها احتفالية مصرية. انا لسه حضرتك برضو الجانب الدولي، لكن انت عارف حضرتك انه طبعا مؤكبه من الدوله طابع البريد بيكون ليها طبعا مساهمه في الاحداث المهمه، فالهيئه القوميه للبريد اصدرت طابع خاص بمناسبه هذه الاحتفاليه. دي صورته استاذ مصطفى حضرتك برضو تتابعها معنا وتتابعونها. للمزيد ايضا حول هذا الموضوع ارحب بالاستاذ عصام الصغير رئيس الهيئه القوميه للبريد للحديث اكثر تفصيلا حول هذا الموضوع. اهلا بك استاذ عصام. استاذ عصام والعالم بالكامل اهلا بيك. الفكره لما بيجي يتم تنفيذ طابع تذكاري زي ده بيتعمل مسابقه مثلا بين يعني الفنانين المعنيين بالتصاميم في الحقيقه لاهميه الحدث. زي ما حضرتك بتقول احنا عملنا مسابقه لجميع الجامعات والمتخصصين في الفنون الجميله، وده النتيجه قدام حضرتك. اعتقد الفائز دكتور خالد فوزي اعتقد. لا دكتور اشرف فوزي في الحقيقه. دكتور اشرف مساعد بكليه الفنون الجميله. وده كان من ضمن مجموعه كبيره جدا من المتقدمين، بالاضافه الى الهيئه القوميه للبريد عندها مصممين متخصصين في المجال. بس لاهميه الحدث احنا حبينا ان الموضوع يكون مفتوح
لكل الجمهورية بالكامل، ونحن نوصل على الناحية الفنية والناحية الجمالية. طبعا هو الطبع ظاهر فيه شكل السفينتين اللي هم بيعدوا بشكل عكسي، وفي الوسط سنبلة القمح، وفوق مفتاح الحياة الفرعوني، وراهم الشمس والأفق. طب حضرتك كلمنا يعني اشرح لنا الملامح الجمالية اللي ممكن تكون ظاهرة في الفضل. طبعا هنلاقي ان في الخلفية الأهرامات، وبالتالي في خلفية الطابع الأهرامات، الأهرامات هنلاقي في تحت الشمس مباشرة على الفضل. عندنا الأهرامات. وبالتالي احنا بنمد الحضارة بتاعتنا الموجودة للمستقبل عن طريق سنبلة القمح اللي بتدل على الخير والرخاء. تمام. ومفتاح الحياة والشمس المشرقة وراه. وعندنا على الناحية الشمال التعمير اللي احنا بنأمر فيه كلنا في المنطقة بالكامل، واللي هتبقى في قناة السويس، وتفتح مجالات كبيرة جدا للاقتصاد، منها جزء كبير للبريد، وهي ناحية اللوجيستيك والمقدمها للشركات الجديدة ان شاء الله. تمام. أنا أشكرك شكرا جزيلا، ونحييكم طبعا على هذا الطابع الجميل، الأستاذ عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد. أعود إليك أستاذ مصطفى، يعني فيما يتعلق بأهمية الحدث إعلاميا، حضرتك طبعا رجل إعلامي أيضا ربما بشكل موازي للسياسة، شاء من شاء وأبى من أبى، أعتقد أن الحدث هيفرض نفسه على كل محطات التلفزيون ووسائل الإعلام المختلفة. حضرتك شايفين يعني اول حاجه لو انت تابعت مواقع التواصل الاجتماعي من 3 ايام الدنيا مولعه الاحتفال المصريين بالعلم المصري بحفر قناه السويس بالرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني انا شفت كميه صور للرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي في اوضاع مختلفه، وفي تصويره بصوره يعني القائد الملهم الذي استطاع أن يبعث الأمل من جديد، الذي أمسك بالشمس في يديه، الذي قال إن مصر أم الدنيا وحتبقى قد الدنيا. يعني المصريين مشغولين الآن، المصريين مشغولون الآن بالحديث عن قناة السويس وعن هذا الإنجاز الضخم. ده طبعا منعكس برا في الخارج، تصريحات متعددة، حديث عن القناة وأهميتها الاستراتيجية للتجارة العالمية، كلام عن أن مصر أنجزت هذه المعجزة الكبيرة في ظرف سنة. لكن هل تتوقع أنه ممكن بعض محطات التلفزيون بعينها ممكن تتجاهل هي دي بطلب. لا مش تتجاهل، يعني للأسف تسخر من هذا المشروع وتتطاول على هذا المشروع، ده أمر طبيعي الحقيقة. لو ما عملوش كده يبقوا غلطانين، لأن دول أصلا أعدائنا بالأساس. فانت ماذا تصور من عدوك؟ انه هشكرك لو شكرك عليك انك تشك في نفسك. طيب الشبكات العالميه الاخباريه العالميه في حجم أعتقد من الصحافه ووسائل الاعلام اللي جات وطلبت دعاوي كبير جدا. بكره يمكن حوالي 9 فضائيات هيبقوا في بث مشترك من هناك، الكلام عن الفضائيات المصريه كمان ايضا بث مشترك. الصحافه الاجنبيه والتلفزيونات العالميه جايه، قادة حضر، رئيس فرنسي أول مرة يزور مصر، خلي بالك رئيس فرنسي في لحظة من اللحظات كان ضد مصر بعد فض رابعة. حصلت معاه اتصالات في هذا الوقت، وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية السعودي رحمة الله عليه الأمير سعود الفيصل، لعب دورا مهما، ما طلعش من عند الرئيس الفرنسي، وكان معه السفير أحمد القطان، ما طلعوش من هناك. السفير أحمد القطان ليه تصريحات أخيرة أكثر طبعا الحديث بتاعه الهائل الحقيقة، ما طلعوش من عنده هناك إلا بعد ما حصلوا على موقف حقيقي لفرنسا يعيد التوازن للساحة الأوروبية كلها. كانت أوروبا في الوقت ده بتعمل مؤتمر لفرض عقوبات على مصر، لعبت فرنسا بعد لقاء وزير خارجية السعودي مع الرئيس الفرنسي دور مهم جدا، اللي عملته الإمارات والتواصل مع جون كيري، اجتمع رئيس الشيخ عبد الله بن زايد اجتمع مع جون كيري في هذا الوقت، واجتمع مع قادة مع وزراء خارجية أوروبيين عديدين لهذا الغرض. فاللي أنا عايز أقول إن العالم كله بكرة حينظر إلى مصر، بكرة مصر هي الحدث العالمي وليس الحدث الإقليمي ولا المحلي، مصر بكرة هي الحدث العالمي. السؤال المطروح كيف لمصر في ظل ظروف الإرهاب والتحدي والمخاطر، بلد كان مفروض تنهار زي ما غيرها انهار لكنها صمدت، لأن الناس دي ما تعرفش تركيبة الشعب المصري، ما يعرفوش إن اللي بيجي إحنا اللي بنأثر فيه، مش هو بيخرج يقول يا حبيبي مش احنا اللي بنتكلم. الشعب المصري العظيم ده
الحدود المصرية اللي من 7000 سنة دي قاعدة زي ما هي. ثقافة وحضارة الشعب ده، تركيبته الاجتماعية، نسيجه الاجتماعي الواحد، يمنع التقسيم ويمنع التفتت ويمنع التمزق كما نراه في بلدان عديدة. ولهذا بكرة البلد دي هيبقى السؤال المطروح دوليا، كيف استطاعت مصر أن تصمد وأن تنجز وأن تحقق هذا المشروع الاستراتيجي الضخم في ظرف سنة؟ اثنين، هذا المشروع وما سيقدمه للتجارة العالمية؟ ثلاثة، تأثير هذا المشروع على جماعات الإرهاب وفي المقدمة منها جماعة الإخوان الإرهابي. وأعتقد أن كلمة الرئيس السيسي لابد أنها تلتفت بكرة طبعا، هتبقى حديث العالم حديث العالم، لأنه هيبقى خطاب موجه للعالم. فكر خطابه في الأمم المتحدة عندما تحدث إلى العالم فقال في نهاية الكلام تحيا مصر 3 مرات، فصفق العالم لعبد الفتاح السيسي الذي كان يتربص به البعض من داخل القاعة. طبعا يومها أخونا، ولا مش أخونا يعني، الجدع اللي اسمه أردوغان قام وانسحب في هذا الوقت لو تتذكر. ولكن خطاب الرئيس السيسي كان نقطة تحول مهمة أمام الأمم المتحدة الدورة 69، واللي حصل ساعتها أنه التقى الرئيس الأمريكي أوباما لمدة 1.5 ساعة. صحيح. بكرة أنا بعتقد أيضا أن الخطاب ذو أهمية خاصة وحيكون مثار حديث العالم غدا. طيب. إن شاء الله. فيما يتعلق بجلسة الدولة في استغلال هذا الحدث إعلاميا، هل حضرتك شايف أنه ملامح استغلاله؟ لا، أنا شايف التلفزيون المصري وشايف الإذاعة المصرية وشايف الفضائيات المصرية الحقيقة، يعني بقيت تفتح أي قناة ترى تحليل وترى رؤية وترى موقف وترى الحدث، ترى استضافة محللين استراتيجيين. أعتقد أن القناة بتاريخها وبالفعل الجديد الذي حدث وطرأ، أتصور أنها أصبحت مثار حديث كل المصريين، لأن كل وسائل الإعلام الحقيقة كانت عند مستوى الحدث. دعك من الرد على الشائعات والأكاذيب، ولكن كل المصريين كانوا سعداء، سعداء فيما يقرؤون وسعداء فيما يكتبون. انت حضرتك ان شاء الله رايح بكره استاذ مصطفى؟ بكره ان شاء الله جت لنا الدعوه باذن الله. الحمد لله. يا بختك بقى هتحضر. طبعا انا بعتقد ان اي مصري هيروح بكره يعني كانه أكيد كتب اسمه في صفحه التاريخ. صحيح. مصر عزيز علينا، واي جزء في مصر يحدث فيه تطوير بالتاكيد كل انسان مصري يريد. انا عايز احكي لك حكايه مواطن من فرشوط في جنة اسمه احمد حسين، مشلول بقى يصلح في الموتوسيكل بتاعه عده ايام، ويعني يعمل له كده قطع غيار وبتاع عشان يجي بالموتوسيكل ده يوصل لغايه قناه السويس سيرا بالموتوسيكل، وهو شخص قعيد. وبالفعل وصل الى الاسماعيليه النهارده. و ده في حاله المشروع، انا زي ما قلت لحضرتك اوجد حاله في المجتمع المصري. ومره تانية انا بقول لحضرتك حتى لو ما كانش ليه اي مميزات، طبعا ليه مميزات حضرتك زي ما حضرتك اشرت، ان لم يكن ليه غير ان هو بس تم انجازه على مدار سنه، واحنا حققناه على مدار سنه، فيكفينا ده علشان نفرح بيه. ده تم انجازه. ده صحيح. لكن برضو انا قبل ما حضرتك ننهي الحوار، نقطه مهمه مش عايزه تضيع في ثنايا الاحتفالات، الشهداء استاذ مصطفى اللي سقطوا اثناء الحفر، يعني لابد من تكريمهم وتذكرهم دائما بشكل طبعا أكثر. يعني بتمنى دائما انه الاسر التي فقدت ابنائها وهم بيحفروا، اعتقد ان دول غدا بالتاكيد يعني الرئيس سيذكرهم في خطابه من المؤكد. نعم. الناس دي ضحت بارواحها عشاننا. نعم. زيهم زي اللي بيقتلوا الارهاب وبيقتلوا المتآمرين على هذا البلد. فأنا بتمنى بالفعل أن تكرم أسر الشهداء الذين سقطوا أثناء عملية الحفر، وأن يبقى اسمهم دائما خالدا، وأن تكتب أسماءهم على جدارية معينة في لوحة موجودة على الكلام. نعم. في فعلا لوحة موجودة. نعم. على أسماءهم بالتأكيد. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ مصطفى بكري البرلماني السابق رئيس تحرير الأسبوع، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إن شاء الله مشاهدينا بكرة يوم خاص جدا في قناة إيه الأخبار ومتابعات خاصة لهذه الاحتفالية. أدعوكم طبعا تبقوا دائما معنا على شاشة قناة إيه الأخبار، فريق عمل من القناة متواجد هناك ومجموعات عمل مستمرة معكم على مدار 24 ساعة. ربما أيضا النهاردة في بعض الخدمات الإخبارية، لكن بكرة إن شاء الله يوم خاص جدا استعدينا لي ب يعني إعدادات خاصة واستعدادات خاصة. نتمنى إن شاء الله أن نوفق في نقل الصورة لكم و
إن شاء الله تهانينا لكل المصريين بهذا الحدث المهم، وبكرة إن شاء الله الاحتفالات تخرج في أروع صورة إن شاء الله. أشكركم في ختام هذه الحلقة، وخدمتنا الإخبارية مستمرة معكم على مدار الساعة. إلى اللقاء.